اهلا ومساء الخير لاجمل المشاهدين، واليكم في هذا الفيديو جديد اخبار نجوم تركيا، ومع اخر المستجدات في موضوع الخلاف الذي دار بين الشيف بوراك ووالده. كشف والده عن الحقيقة في اخر لقاء له وقال بان كل حرف واحد صدر من بوراك ما هو الا بسيناريو كاذب، وكل ما اراده بوراك هو الانفصال عنه، ولذلك قام بوراك بنشر هذه القصص والتمثيليات والتظاهر بالحزن لكسب عاطفة الناس. هذا ما قاله والد بوراك بالحرف الواحد، واليكم الفيديو. والله نحن وبوراك اصلا ما في شيء، تعرفوا الاولاد شباب ونحن على الشباب تبنى عليهم كثير. بوراك مو صور بوراك هو وجاهز هيك وصار بوراك من وراه، طبعا في ابوه في وراه مطاعم المدينه. بوراك انسان محترم وانسان بحب الناس والناس بتحبوه، وهالشغلة هاي أنا بفتخر فيها. لهالآن كانت تربايتنا وكل شيء كان مزبوط، بعد ما صلح هو أمه شوي يمكن عم تخرب، يمكن الله يعلم عم تخرب له دماغه اللي عنده. أنت صرت اسم وأنت إيش بدك من أبوك وأنت هيك وأنت هيك. وقصة بوراق يعني شيء عجيب، يعني ضربنا وبكي وسبقنا يشتكي. يعني أنا ما فهمت القصة يعني، واللي بيسويها هذه الفيديوهات ورا الشلال ورا الـ هذه وهو زعلان، هاي كلها طبعا حركات ومو مزبوطة. أنا عم مزعل من هالشغلات أكثر من شيء. يعني أصلا الاسم هو متابع مطعم المدينة، وراكم مطعم المدينة هو واحد ذاته. بس المشكلة نحن من قبل ما بدينا مع بوراك أنا اسمي جنزانو إسماعيل، وعندي سيارات من قبل 25-30 سنة JZN لوحة. بوراك هو ما عارف أي شيء، أنا سجلت له الاسم وأنا على اسمه، لو أنا لو يعني بدي أغلط كنت بسجل الاسم على اسمي. مطعم المدينة كل الملك وشيء إلي. أنا فكرت يا أخي بالمستقبل لنسوي JZN بوراك ونخليه مشهور. أنا قعدته وقلت له يا أخي عزم تسمع كلمتي، بدي سويك مشهور بالعالم كله. هو اللي عم يقول أبوي ضحك علي وباع اسمي من وراي وهالكلام هذا، هو اللي وقع وهو أخذ المصاري، وأنا عيطيه تكيكين، عيطيه سيارات، عيطيه بيوت، عيطيه دنيا. أنا شقد أني أخذت مصاري زدت فوق منه، فوق منه أعطيته فوق اللي أخذها يمكن مرة تانية. أعطيته أرض هون 7000 متر بتقسيم، اللي بيعرف تقسيم بيعرف تقسيم. عزم قول سعره العالم بتجن، يعني سعره خيالي. أمه عم تعبي براسه بتقول له اللي قبضته من أبوك قبضته، اللي ما قبضته بعد فترة بيكبر هالولد من الأم الثاني الخاي تبعه خيو، يعني صار في كاجس وين طبعا عنده ولا الله يزيده. أنا يخذ له يا هون ومبسوط من هالشي، فيلا قصر ولا ما مع المسبح مع المطابخ مع الشغالين، عنده ألعاب. ألعاب هو حيط تصور على اليوتيوب، ادخلوا شوفوا عنده ألعاب مليون مليون ونص دولار. خلي يطلع واحد فنان أو واحد مشهور يقول أنا عندي ألعاب بالبيت مليون دولار، خذ الميكروفون وسال. لهالآن واحد مش ممكن ياخذ باكل حقه، مش ممكن ظالمه، مش ممكن ما بسويه من غير تأمين بشغله. يعني كيف بدي اصدمه لبوراق وبوراق سوى حاله مصدوم؟ طبعا حتى يأثر السوشيال ميديا، وانا بالسوشيال ميديا مو قوي، مطعم المديني قوي. بوراق مو ولا لو بيطلب روحي وقلبي بعطيه اياها، ما بتقصر، ما بقصر طبعا. طيب لو بدي قصر كنت ما بعطيه كل هالشيء. الزلزال كل المساعدات للآن على سوريا انا بعدته، كل المصروف علي على الشركة، كل الفواتير موجودة، حطها على الطاولة كل الفواتير موجودة. مش بك تروح تصور انت وعم تنزل صور وانت وعم تحمل صور، صور لك مره مرتين وخلص، لا تعمل دراما. فيديو ورا فيديو ورا فيديو ورا كلها بساعدات بساعدات الموري. هذا يا اخي بتعرف انت السوشيال ميديا، ما عم قول على بوراق عم يساعد مزبوط. يا اخي انت بدك تاخذ 500 كيلو لحم، ما عندك ثلاجه، ما عندك شيء تحافظ هاللحم. قلنا له يا اخي بتاخذ هاللحم انت بتسم العالم، تخرب بيتك وتخرب بيتنا. اوه ابوي ما اعطاني يا اخي، مين ما اعطى يا ابي؟ من كل اللي اخذوا لهالآن والله العظيم كله انا مني يا ابي. انا بدي اوريك الصور، انا بعت 20 ترك
ملايين الدولار، مليون فوق مليون دولار انا بعت مساعدات هذه، كله موجود الديكونت وموجود الفيديوهات وموجود، ولا حطيت ولا فيديو. يعني مش بدي افتح محل، قال بدي اقعد قدام المحل ويبكي، بدي اصور فيديو قدام الشلال انا زعلان وانا شيء براق ظلمني وبراق غدلي يا اخي، هذا العالم بدي يقوله يا اخي ايش براق، هذا براق ظالم، الله يهديه لبراق على طريق الصح وعلى المليح وعلى الكويس، ويهدي امه معاه ويهدي الجماعه اللي معه ويوروه الطريق امه صح، الله يهديون. انا هون مجموعه 30 40 الف شخص كلنا يتنا قرايبين، وانا اصلي من الاصول العربي، انا قايل له كلمه 100 الف مره معبيه براسه، الناس عايزة حبوك انت ناجح، الناس ما حبوك يصير معك مليون الدولار كله فاشل. هذا شيء غلط، انت براق عندك 50 مليون متابع 70 مليون متابع، المفروض تقول للشباب ابوكم تحترموه، انا بوجود ابوي صرت وانتوا تصيروا مع ابوكم وصيروا واحد وعيلي. يا اخي عزن ما موجود الاب عند الابن، كيف بدها تصير العيلة؟ اللي بيعطي لابنه بسرعة اكيد ابنه رح يبغضه، اكيد ابنه رح يدعسه. انا مو زعلان من البراق، الله يسامحه والله يرضى عليه ويمشي. سحب دور البطولة من الممثلة ديلان شيك دينيز، لم يتبقى أحد مطلع على أخبار الفن التركي إلا وقد اندهش من الإطلالة الجديدة للممثلة ديلان شيك دينيز، حيث أفاد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن الممثلة ديلان فقدت جمال وجهها، والذي لدوما ما كانت الممثلة ديلان تتلقى التعليقات الإيجابية على جمال وجهها، ولكن الأمر لم يعد كذلك من بعد عمليات التجميل الغير ناجحة والتي أدت إلى تغيير ملامح وجه الممثلة ديلان. وبالطبع تتذكرون وخلال أخبار المسلسلات التي قد تحدثت عنها بالسابق من خلال الفيديوهات في القناة بأن الممثلة ديلان على اتفاق مبدئي مع أحد شركات الإنتاج للعودة في بطولة مسلسل جديد، ولكن هذا الأمر أصبح من الماضي، حيث من بعد قيام الممثلة ديلان بهذه العمليات أثارت غضب شركة الإنتاج وقاموا بسحب البطولة منها، حيث قالوا وبالتأكيد بأنها لن تستطيع إبراز ردات الفعل التي كانت مطلوبة منها في الدور من بعد هذه العمليات التي أخفت بعض تفاصيل وجهها. وبهذا الخبر قد لا تتمكن الممثلة ديلان من العودة في بطولة مسلسل جديد حتى أن يعود وجهها كما كان في الماضي. الحكم بالسجن على الممثل براق دينيز من أحد أبرز المواضيع التي تم تداولها في تركيا خلال الأشهر الماضية هي المشاجرة الكبيرة التي حدثت في مدينة أدنا بين الممثل براق دينيز والممثلان البيري شاهين كايا، حيث كان الممثل براق أنذاك ليس بوعيه إثر المشروب وتحدث مع الممثل البيري بلغة حادة، وقامت بعدها الممثل البيري برفع دعوة قضائية عليه بسبب فعلته. وقبل أيام فقط صدر حكم القضاء، وهو وبسبب عدم وجود أدلة كافية لن تتم محاسبة الممثل براق لما قام بفعله مع الممثلة نلبيري وهو التحدث معها بلغة حادة، ولكن سيتم معاقبة الممثل براق بتهمة الإخلال بسلامة وأمن هدوء الناس في مكان عام، وحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات. فيا ترى هل الممثل براق سيسجن أو سيدفع المال ثمن العقاب بدل الدخول إلى السجن؟ كما وصدر الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات على مخرج تركي لم يفصح عن اسمه من بعد ثبوت التهم عليه مضايقة فتاة. وللعلم هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وأن صرحت الممثلة بيرانسات ذلك ومن خلال مقابلة قديمة لها بأنه وللأسف الشديد تعرضت لهذا النوع من المضايقات في بداية مشوارها كممثلة.
الممثلة سيف دا وصعوبة التمثيل. وفي أجدد مقابلة للممثلة سيف دا أرجنجي والتي اشتهرت مؤخرا وأكثر شيء وخصيصا خلال السنوات الأخيرة من بعد أدائها لشخصية زينب في مسلسل التفاح الحرام، صرحت بأنها وبالحقيقة تواجه صعوبة في تجسيد وتأدية المشاهد التي كتبت باحترافية، ولكن وفي النهاية وعند رؤيتها لنتيجة أدائها تشعر بالفخر بنفسها من بعد أن تمكنت من تجسيد المشاهد التي كتبت باحترافية من قبل بعض الكتاب الذين يمتلكون قدرة قوية على كتابة سيناريو مميز واحترافي. الممثلة فوليا واستياؤها من باربي. الممثلة فوليا بطلة مسلسل لا تحزن من أجلي، وقد لا تكون معروفة كثيرا في الشرق الأوسط كون أن مسلسلاتها لم تلقى على رواج في الدول العربية، وفي آخر ظهور لها برفقة زوجها وابنها تم سؤالها عن رأيها بالضجة الكبيرة التي تسببها فيلم باربي، فكان جوابها هو كالتالي: باربي في كل مكان، في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع، وأينما تذهب تراها أمامك، كما وأنني أصبحت أنزعج من كثرة رؤية الملابس الوردية في المتاجر منتهزين فرصة سمعة الفيلم، ولكن ماذا عليها أن تفعل بما أن البعض سعيد بذلك؟ إذن أتمنى لهم السعادة. وفي آخر اللقاء السريع تم سؤالها عن ابنها: في كل ثانية تقضيها مع ابنها هو أغلى وقت بالنسبة لها، وعندما تكون بجانبه تتبخر جميع ضغوطات حياتها. وبالحديث عن فيلم باربي، للعلم عدد اللي شاف الفيلم في صالات السينما التركية هم قليل قليل جدا، وعدد مشاهدين الفيلم في صالات السينما التركية حتى الآن 700,000 شخص. مستوى السينما في تركيا مو ضعيف، بس إلا اللي بعده. الممثلة إبرو شاهين في المركز الأول. يتمتع الكثير من نجوم تركيا بمحبة قوية وكبيرة جدا من قبل جمهورهم في دول أمريكا اللاتينية، بل وبحركة بسيطة من قبل نجمهم المفضل يصبح اسم الممثل التركي الترند الأول على منصة إكس. فمثلا مؤخرا تصدرت الممثلة إبرو شاهين غلاف أحد المجلات في عددها الجديد، ومن بعدها وعلى الفور أصبح اسم الممثلة إبرو الترند الأول وبالأخص في دول أمريكا الجنوبية. وتتمتع إبرو بهذه الجماهيرية الكبيرة في أمريكا الجنوبية من بعد حصول مسلسلها زهرة الثالوث على أرقام مشاهدات قياسية هناك، متفوقا على البرامج المحلية عبر القناة الإسبانية الأمريكية تيليموندو، وهي القناة التي عرضت مسلسل زهرة الثالوث في دول أمريكا الجنوبية.